السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. سمعتوا الصوت ده؟ ده صوت السمان، بيعمل أصوات غريبة جدا وهتسمعوا طول ما احنا بنسجل بنعمل الفيديو ده. بس عايزة اقول لكم على حاجة، هو لازم تحطي لمبة. خلاص لما كبر كده ما بنحطش لمبة ولا حاجة. انا بقيتش احط اللمبه، هما ما شاء الله طالما كبروا بالطريقه ديت ما بحطش اللمبه الحمراء خالص، انا بسيب النور الابيض بس اللي قايل، ولا لمبه حمراء ولا حاجه، بلاها لمبه حمراء ما تخافيش هيبقوا زي الفل بريشهم طالما هي متريق. بصي سامعه الصوت؟ فعايزه اقول لكم ان انا ما بحطش خالص لمبه حاليا، اللمبه البيضة بس كده، ان انا بنور لهم بالليل ان هما ياكلوا وخلاص. اللمبه الحمراء كنت بحطها في الاول عشان تدفيهم وهم لسه كانوا صغننين وما عملوه، ما بقاش عند ما كانش عندهم ريش، لكن دلوقتي لا ما احطهاش. انا بقالي فتره اهو، سامعين الصوت الجميل ده؟ بقالي فتره ما بحطش اللمبه. وحتى كمان يا جماعه الفراخ البيضه بعد ما بتكبر وبتريش انا مقفل اللمبه الحمراء خالص ما تخافيش، وانا جربتها كذا مره. بصي وما شاء الله الله اكبر ما بيحصلهمش اي حاجه، واهو محطوطين اهو من غير لمبه ولا حاجه. بس في الاول لازم تحطي اللمبه، والمكان تحتهم يبقى ناشف، اوعي المكان تحتهم يبقى مبلول، دي اهم حاجه. طب يلا بقى نشوف هنعمل وصفه النهارده مع الاصوات الجميله الجميله دي كمان. هو بص هنعمل وصفه جميله جدا 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 للطيور بتاعتي. بص يا حبايب قلبي، انا قلت لكم ان انا اقسم بالله بجيب الشعير وبجيب القمح وبطحنهم وبجيب الفول كمان، وبعمل ايه تاني؟ بجيب الفول المدشوش، واديني جايبه لكم هو منه شويه الفول المدشوش، احطه على الرده. بصي ده انت عايزه تطحنيه عندك في البيت الافضل، مش هتطحنيه في البيت، بيتباع مطحون جاهز مفيش مشكله، بس الافضل في البيت ليه؟ علشان اللهم صل عليك يا نبي، بتحتفظي بقيمته الغذائيه كلها وتبقي ضامنه ان هو مش مكشوش، يعني مش ان هم خلطينه مع حاجه تانية. انا هنا بخلط الرده على الفول المكشوش بقشره، انا بطحن الحاجات دي عندي في الكبه الحمد لله رب العالمين، وبحتفظ بقيمتها. حابه احط شعير، حابه احط قمح، حابه احط فول، حطيت لهم برضو الكزب وما شاء الله الله اكبر. الخلطه اللي انا هعملها دلوقتي دي خلطه حلوه جدا للسمان كمان بالذات. بصي حطيت عسل على الفول والرده. هتقولي لي ايه ده يا بنت يا بنت؟ اقول لك قسما بالله بطحنه في الكبه كمان، بحط معلقه العسل مع الوصفه ديت. الوصفه دي حلوه قوي، هتشوفوهم هما بياكلوا مفيش اي اعتراض. الطير يا جماعه ما بيقولش لا، اهي عامله لهم معلقه مخصوص. بصوا لما بعمل كده، بصوا ده طاقه، ده فيتامينات، دي حاجات هايله جدا للطيور. مش لازم ان انت تاكليهم حاجه ثابته، حطي بصي ده ما شاء الله شغال. بصوا الصوت، انا بحط مع الاكل اللي بحطه بحط معلقه عسل قوي قوي، لان العسل طاقه. بصوا بصوا الصوت الجميل ده، العسل طاقه وفيتامين وبيقويهم وبيكبرهم بسرعه جدا. هتحطي العسل حبيبه قلبي على اي حاجه، حتى شعير، حتى قمح، حتى فول، حتى رده، اقسم بالله انا ما حطيتش علف خالص، والله ما حطيت علف خالص. زائد في الميه بتاعتهم اعملي مره ميه بالحلبه، اعملي حلبه وحطي برضو عسل فيها. اعملي لهم برضو مشروب الكركديه تحفه. الحاجات دي يا جماعه بتكبر الطيور بسرعه، حتى في الكتاكيت الصغيره بعد ما بشد حيلها بعمل نفس الوصفه دي. برضو بمنع بقى العلف، مش بمنعه خالص، يعني في الفراخ مش بمنعه خالص، لكني بخفه على قد ما بقدر، واحط قمح اهم حاجه مع الفراخ. انا بحط قمح
دي حاجة أساسية. وبحط شعير، خلي بالك إن القمح من الحاجات الحلوة أوي للفراخ عشان تعرفين. بحط طبعا العسل ده أساسي، وبحط الجنزبيل، وبحط الجنزبيل مع العلف مع الشعير والقمح بالذات علشان بيساعدهم ان هم يبيضوا اكتر. واعملوا لهم الخميره، ده حلو جدا. بتجيبي لتر ميه وتحطي عليه معلقه خميره وتسيبيها تخمر نص ساعه، وبعد كده تشربيه لهم. حلو جدا لجميع الطيور، بيساعد على زياده الوزن. وبعدين اهم حاجه في الخميره ان هي مش بس بتساعد على زياده الوزن، لا، ان هي كمان مطهره لمعده الطير. واحنا اهم حاجه ان احنا نحافظ ان معده الطير تكون نظيفه، ما تكونش فيها اي ميكروبات، بحيث ان الطير الحاجه دي بتتعبه. وخلي بالك ان الخميره من اهم الحاجات المحفزه للطير وفاتحه للشهيه. ودي انا بحطها كمشروب وبحطها في الاكل نفسه. بصي هم بياكلوا، بس انا كنت مشبعاهم. بصي شويه كده يقوموا مخلصينه. العسل كمان من الحاجه اللي بتفتح نفس الطير قوي على الاكل. طاقه يا جماعه، طاقه حيويه. يعني العسل كل واحد عنده هبوط بياخد معلقه عسل بتقويه، وما بالك انت بتحطها للطيور هتقويهم. هتقويهم يعني يشربوا في الاكل. انت اللي عاجبني انت يا باشا. فعايزه اقول لكم بعمل الوصفات بتاعتي دي لانها وصفات طبيعيه. واهم حاجه انك انت لو هتحطي الفول على فكره بيكبرهم لك سرعه الصاروخ. بتيجي تمسكي السمانه بتلاقيها تقيله، وتحطي ايدك على صدرها تلاقي فيها لحم فظيعه. يعني خلي بالكم السمان هو اصلا بيبقى حجمه كده، لكن هو اهم حاجه انه يتقل معاكي. فانا بسم الله ما شاء الله، الله السمان بتاعي الحمد لله تقيل ومربي لحم، والفول بيتقله اكتر وبيخليش اللحم اكتر. وبعدين العسل والكركديه والحلبه والحاجات دي كلها بتخلي طعم الحاجه بصراحه تحفه. حاجه بيتي بقى، حاجه متربيه في البيت، حاجه مدلعه. فعايزه اقول لكم بقى ما تنسونيش تعملوا وصفاتي دي، لان ده اللي عايز يعمل سمان مشروع. لان انا زي ما قلت لكم ان باذن الله باذن الله الايام الجايه هعمله مشروع، لان هو فعلا مربح جدا ومش مكلف، وممكن تعملي منه انتاج حلو لبيتك وكمان تبيعيه ويدخلك دخل ان شاء الله رائع. تابعوني بالفيديوهات الجايه، هنعمل وصفات هايله وازاي نعمل مشروع حلو ان شاء الله رب العالمين. اتمنى بقى تشتركوا في قناتي وتشجعوني، وعايزين لايكات كتير كتير كتير. اشوفكم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.